يوما بعد يوم تتدهور المنظومة الصحية هنا في قطاع غزة بفعل استمرار الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. عدد كبير من المستشفيات خرج عن الخدمة وأغلقت معظم أقسام غسيل الكلى، فأصبح مستشفى شهداء الأقصى هو المشفى الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة لمرضى القطاع، لكنه بات غير قادر على الاستمرار في تقديمها. عندنا الوضع كارثي جدا وزحمة جدا. في البداية قبل الحرب احنا كنا عندنا هنا في مستشفى شهداء الأقصى 160 مريض، كان كل مريض هنا باخذ حقه، كان يغسل 3 فترات في الأسبوع، كل فترة 4 ساعات. بعد الحرب انعكست الأمور، بعد إغلاق مستشفى وتدمير مستشفى الشفا بالكامل صرنا هنا عندنا في الأول زي ما حكينا 160 مريض، الحين صرنا 450 مريض بنغسل للكعبة في الشمال وبنغسل لمستشفى الشفا ومستشفى شهداء الأقصى ومستشفى ناصر. تم إغلاق مستشفى أبي يوسف النجار، في الأول كانت أبي يوسف النجار عندنا كمان شايلة معنا حمل، تم إغلاقها. إحنا كنا الحين بنغسل 450 حالة، حتى الآن صرنا نغسل 800 من 800 إلى 900 حالة بعد إغلاق مستشفى النجار، وهذا كله الوضع كارثي جدا. في الأول كنا نغسل له 4 ساعات كل فترة 4 ساعات، الحين صرنا كل فترة 2 ساعات، وهذا لا يكفي، لا يكفي إنك أنت بتقدرش أنت هيك تطلع السوائل والسموم اللي في جسمه، فبتراكم عليه، والنتيجة هذه انعكست على أساس إنه في كمان خسرنا مرضى كتير في الحرب. عندنا هنا من 21 ماكينة، وفي من ضمنهم كمان غسيل للأطفال. إحنا عشان إن إحنا بنشتغل عشان نقدر إن إحنا نقدم خدمة للمريض، وللأسف إن إحنا قد ما إحنا قد ما نقدم خدمة للمريض وإحنا دائما في صف المريض، بنشتغل على مدار 24 ساعة، بنشغل المكان عندنا هنا على الساعة 5 الفجر، بنضلنا مشتغلين عليه طول التواصل 24 ساعة، بنطفي المكان على الساعة 3 الفجر. رغم انك انت ما بقعد 3 الفجر وبعديها في ساعة تعقيم، يعني المكان بيرتاحش الا ساعة واحدة. كنا نروح على الشفا نغسل 4 ساعات 3 مرات في الاسبوع. نروح مبسوطين وما فيش عندنا اي مشاكل ولا حاجة. وخليك عن الغذاء اللي احنا هلقيت، لا بنتغذى ولا بناكل اشي ولا على الزعتر وبتبقى. لانه هذا احنا بنفعناش الحاجات هذه. جينا هنا بغسلوا لنا 2 مرات في الاسبوع، 2 ساعة ايش بدهم يعملوا؟ بقمنش السموم منا، بس بسحبوا هالسوائل والسموم بتضلها في الجسم. وبات مرضى الكلى يواجهون خطر الموت بسبب تقليص ساعات الغسيل، إضافة لنقص الأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بهم، واستمرار إسرائيل في إغلاق المعابر وعدم إدخالها الوقود والأدوية المخصصة واللازمة لوزارة الصحة. من داخل قسم الكلى بمستشفى شهداء الأقصى، عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.